فهذا الحديث انا سمعت بان قال لك هو جعل دجا ما دجا، انا ما فهمتش انا دجا هكا، لان احنا في الحوارات اللي كنديروها هكا في العاب القوى ولا شي حاجه كنتكلموا على جميع الرياضات، احيانا كتكون مشادات ولكن ماشي مشادات باش تضرب اي انسان او اي فريق او اي مؤسسه. فدائما انا كنتكلم مثلا كنضرب برشلونه اللي معايا المحاور ديالي تيقول لنا كيبغي ريال مدريد، انا كنقول لنا كنبغيها فلان العداء فلان هو تيقول لك يبغي انسان بوست، فهكذا. فجات كلمه الرجاء والوداد، لان تقريبا دائما دائما تكرر وتكرر وتكرر. فلكي يكون الحوار مشيق، انا ما كنعرفش الرجاء، كتقول لي على الرجاء؟ انا ما كنعرفش الرجاء. هذا حوار حوارات اللي كيسمع الحوارات ديالي دائما دائما كندوي على برشلونه وعلى ريال مدريد، ولو المحاور ديالي هو كيبغي برشلونه مثلا، ولكن هو كيجعل نفسه بان كيبغي ريال مدريد وانا كنبغي برشلونه، وباش حتى يكون الحوار شيق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ولو انا نتكلم انا على الرجاء، هل الرجاء قران؟ هل الرجاء ولو انا ما كنبغيش الرجاء، لماذا يكون هذا الغضب؟ ما فهمتش. اذا كان انا كنعرف بان جمهور الرجاوي جمهور كيعرف الكره كيعرف كل شيء، خصو كيف تنقولوا احنا خصو تكون قشره واسعه كيف تنقولوا بالضحك. حتى انا قلت بان الجيش الملكي ولا الوداد لهم بطولات، هذا صحيح ام لا؟ الجيش والوداد لهم بطولات، مستحيل تذكر سميتو انجازاتهم، ومستحيل نقول انا ما كنبغيش الماتش، انا ماشي اوبليجي باش نبغي فريق. رقم واحد، ولا شي واحد يقول لي لا خصك تبغي الرجاء ولا خصك تبغي هذا الفريق فلان او لا فلان. انا عندي لافامي كلها رجاويه، دائما نشد معاهم تنقول لهم لا، بالخصوص اخيرا تنقول لهم انا ما كيبغي حتى شي واحد ديال الرجاء، لان ما كنعرفش الرجاء ديال اللعيبه كنقول له ماشي ديال الرجاء، لان الرجاء اللي كنعرفها الرجاء هي ديال الحداوي هي ديال البصير هي ديال الدراري اللي خرجوا من الرجاء. سمعت نتكلم معك، انا دويت في حوار كندويو حتى يكون حوار شيق باش ما يكونش حوار ممل. فدائما كما قلت لك بان عندما كنتكلموا على فرق اكبر من الرجاء كبرشلونه ولا ريال مدريد، ولو احنا الاثنين كنبغيو برشلونه ولا احنا الاثنين كنبغيو ريال مدريد، كيجعلوا واحد كيبغي فريق اخر، وهكذا حتى قلت لك حتى يكون سميتو كيفاش هذاك اللقاء شيق. اما يجعلوا بان هذه جريمه او شيء هكذا او ضجه، انا ما فهمتش علاش هذا الضجه كلها. انا كما قلت لك انا في الحوارات ديالي دائما ما خصهاش تكون ممله، خصها لابد كما قلت لك، واللي كيسمع الحوارات ديالي راه غادي راه فهم الرساله ديالي، بمعنى ماشي رساله كتأدي كتضر شي اي شخص او اي فريق او اي شيء هكذا. لا قلت بان حتى ما قلتها البارح، انا البارح عاوتاني كرر علي نفس السؤال المحاور ديالي، قال لي علاش ما كتبغيش الرجاء؟ قلت له ماشي علاش ما كتبغيش الرجاء؟ قلت له ماشي قضية ما كنبغيش الرجاء، انا الرجاء كنعرفها هي اللاعبين او الرجاء اللي خرجوا من المدارس الرجاويه. البارح قلتها مره اخرى، فهذا لا يعني، لان حتى هو لحق لي بان قرا بعض الاشياء قرا بعض الصحف او هكذا، قلت له انا ما عرفتش علاش هذه الضجاج كلها هكا. لو كنت انا ما كنبغيش الفرق المغربيه ما نكونش مهتم بهاد اللاعبين، راه ماشي من هاد النادي ولا ماشي من نادي اخر ولا هكذا. وكما قلت لك احنا الرسائل ديالنا كتكون دائما رسائل معينه ولكن بدون جرح اي احد.